بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. إذا راجعنا كتب الحديث وروايات أهل البيت عليهم السلام، من أكثر الأبواب أهمية باب العقل. العقل ما عبد به الرحمن، لم يعبد الله عز وجل بشيء أفضل من العقل. العقل لا يكمل إلا في من يحبه الله عز وجل. المهم، روايات العقل في الروايات كثيرة، والعقل كما يفهم من المضامين الروائية عبارة عن جهاز في الباطن. العقل ليس وجودا يمشي، لا صلاة تؤدى في الخارج، لا حج يؤدى. العقل عبارة عن رصيد في الباطن. أشبه شيء هذه الأيام، الآن عالم الحواسيب هو الذي غمر العالم هذه الأيام. العقل بمثابة وذلك البرنامج الذي يدير الإنسان. الآن آثار العقل ما هو؟ العقل طبعا لا يلمس ولا يرى. آثار العقل ما هو؟ يعلم الشيء من خلال وجود آثاره. النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو عقل الكل كما يقال ورأس العقلاء في تاريخ البشر، هو النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: ولا يكون المؤمن عاقلا حتى يجتمع فيه عشر خصال. الذي فيه نصف هذه الخصال لا يعد عاقلا كاملا، يعتبر إنسان له نصف العقل الذي ينفعك تمام العقل. أولا، الخير منه مأمول، الخير منه مأمول والشر منه مأمون. بعض الأوقات الإنسان يلتقي بأحد يذهب يغيب عنه ويده على قلبه، يخشى من غيبته، يخشى من التهمة. إذا أعطاه سره يحلفه بأغلظ الأيمان، يحلفه بأغلظ الأيمان: يا فلان لا تذكر سري أمام أحد. المهم، هذا الإنسان الذي يخاف من هذا الإنسان ليس بعاقل. والخير منه مأمول، كل خير يؤمل من بشتى صوره. يستكثر قليل الخير من غيره. المؤمن العاقل هو الذي إذا أسدى إليه إنسان قبل 20 سنة قدم له هدية بدينار لا ينسى هذه الهدية، هذا القليل يبقى في ذاكرته، ويستقل كثير الخير من نفسه. يتفق إنسان يشكر مؤمن على خدمة كبيرة أسداها قبل فترة، حقيقة لا يذكر، يقول: أنا نسيت ولا أتذكر. عمل مهم قام به ينساه، لأنه لا يعلم أنه قبل أم لا، فلماذا يستكثر من ذلك؟ لا يسأم من طلب العلم طول عمره. علماؤنا، انظروا هذه الأيام للمراجع وعلماء الدين عموما، هؤلاء لا تقاعد لهم، لا استقالة لهم، إلى لحظات الموت وهو يقرأ ويكتب. أعرف أحد العلماء الكبار بجواره جهاز الأكسجين، يأخذ نفس وبيده قلم، يستنشق الهواء ليعيش والقلم على يده. طبعا هذه الصفة من الممكن أن تكون فيك أنت أيضا. طلب العلم يختلف من إنسان لإنسان.
هذه الأيام هذه المجاميع الروائية، لو أن أحدنا نعم أمضى شطرا من عمره لقراءة الكتب الأربعة، لقراءة الوسائل، مستدرك الوسائل، بحار الأنوار، سفينة البحار، ميزان الحكمة، هذا علم أيضا، هذا باب من أبواب العقل. لا يتبرم بطلاب الحوائج قبله. بعض الناس رب العالمين أعطاه مزية، إما مال وفير أو وجاهة اجتماعية، يتصل به فلان يتبرم، يقول الناس لا يعرفون غيري، يراجعون بابي، هذا الإنسان في مضان سلب النعمة. المؤمن نعم يفرح بقدوم طلاب الحوائج إليه، نعم حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم. رب العالمين إذا أراد أن ينعم عليك نعم اليوم يبعث لك إنسان يحتاجك في مال أو في غيره. الذل أحب إليه من العز، والفقر أحب إليه من الغنى. طبعا هذه العبارة تحتاج إلى توضيح. الذل ليس بالأمر الصحيح، المؤمن عزيز، كيف الذل أحب إليه من العز؟ في رواية أخرى هناك توضيح، الذل أحب إليه مع الله من العز مع غيره. إن كان عند الله وجيها ولكنه عند الناس نعم لا يعرفون قدره، كان ذليلا، هذا أحب إليه من ماذا؟ من العز مع غير الله عز وجل. نصيبه من الدنيا القوت، همه الكفاف. وأخيرا النبي صلى الله عليه وآله يقول والعاشرة، وما العاشرة؟ كونوا معي جيدا في ختام الحديث. النبي ادخر هذه الصفة في آخر الرواية، لا يرى أحدا، انظر إلى هذه الصفة فيك أم لا، لا يرى أحدا إلا قال هو خير مني وأتقى، كل الناس خير مني. طبعا وأنا أقول هذا الكلام يأتي في بالك تساؤل، كيف خير كل الناس خير مني؟ هذا فاسق فاجر وأنا مؤمن أصلي في المسجد، لماذا أقول هذا خير مني؟ تعبدا أقول من باب الرواية، ولكن قلبي لا يطاوعني، كيف أقول هذا الكلام؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع الإشكالية، كيف النبي نعم كان هذه المشكلة هذه الإشكالية ترد، فإذا رأى من هو خير منه أتقى تواضع له ليلحق به، هذا واضح، يرى إنسان أمامه هو خير منه وأتقى هذا لا كلام فيه، ولكن وإذا لقي الذي هو شر منه وأدنى، إنسان له فحش في الكلام إلى آخره، قال عسى خير هذا باطن وشره ظاهر، هذا أولا. هذا الشاب الذي عنده مثلا حركة شبابية ولكنه كريم الطبع، يجود بقوت يومه، إذا أحب شيئا قدمه لغيره، إنسان إذا استنجد به أحد نصره، هذا بار بوالديه. في المقابل الآن نظر إلى محرم، أنت رأيت نظرته للحرام ولم تقرأ ما في باطنه من صفات الكمال، عسى خير هذا باطن وشره ظاهر، هذا أولا. وثانيا طبعا أنا أقول ثانيا، النبي قالها في رواية، وعسى أن يختم له بخير، هذا الشاب المنحرف من الممكن أن يكون أخيرا من أنصار الإمام عليه السلام ولو من الممهدين، ولكن أنا لا أعلم كيف تختم لي الأمور، والكبار الكملون من الخلق على وجل من الخواتيم،
فإذا فعل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله عمل هذه الصفات العشر، الخير منه مأمول، الشر منه مأمون، لا يتبرم بطلاب الحوائج إلى آخره، فقد علا مجده وساد أهل زمانه. إذن ملخص هذه الرواية، المؤمن لا يغش بأفعاله الجوارحية، ينظر إلى قلبه، إن كانت فيه هذه الصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله فهو عاقل، ومن ليس له عقل هذا الإنسان بعيد عن رحمة الله عز وجل. إلهي بأوليائك، بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، عجل لوليك الفرج والعافية والنصر. اللهم اجعلنا من خيار أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، والفاتحة مع الصلوات.